وخليني هنا أتكلم على التجربة المصرية. مصر يمكن يعني عانت من فترة عدم استقرار سياسي وأمني لمدة تقريبا من 4 إلى 5 سنوات، وبعد هذه الفترة بدأنا في وضع رؤية متكاملة. أتكلم النهاردة على خطط الإصلاح الإداري وعملية اللامركزية. الكلام ده الحقيقة ما تمش في معزل من رؤية شاملة الدولة وضعتها، هي رؤية مصر 2030، وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية. ومهم ان احنا نقول انه الرؤية دي لم تضعها الحكومة المصرية، الرؤية دي تمت بشكل تشاركي، ساهم فيها بشكل كبير جدا القطاع الخاص، المجتمع المدني بكافة مؤسساته، الأكاديمية، الإعلام، البرلمانيين، كافة مؤسسات الدولة ساهمت في وضع هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية طبعا بتقوم بشكل أساسي في تحقيق نمو يحتوي كافة الأطراف المجتمع ويحقق طبعا حياة أفضل للمواطنين. هذه الرؤية، في إطار هذه الرؤية ولما خرجنا من المرحلة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، لقينا أنه لابد من وضع برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي وإداري شامل. كان لابد أن احنا ما نقدرش نكمل بعد هذه المرحلة اللي عانينا فيها من عدم الاستقرار أن احنا نكمل بنفس النهج، ولكن كان لابد من وضع خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وإداري شامل بدأت في 2016. البرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قام على مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية. مصر كانت بتعاني من اختلالات في أمور اقتصادية كثيرة، فبدأنا في معالجة هذه الاختلالات وضخ حجم كبير من الاستثمارات عشان رفع مستوى البنية الأساسية. زي ما تفضل فخامة الرئيس في كلمته الصباحية، تم ضخ حجم كبير من الاستثمارات في البنية الأساسية المصرية للإسراع بعملية التنمية. شبكة طرق قوية، في شبكة مواني، ضخ استثمارات في قطاع الطاقة تقدر بحوالي 37 مليار دولار في ال4 سنوات الماضية فقط. كل ده لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأيضا لدفع الاستثمار الخاص إن هو يجي يستثمر، لأن احنا النهاردة ما فيش مستثمر خاص بيجي من غير شبكة طرق قوية، من غير شبكة كهرباء قوية، من غير شبكة مواني يقدر إن هو من خلال استثماراته يقدر إن هو يصدر فيها. فكان الحقيقة هام جدا إن احنا نستثمر في البنية الأساسية بشكل كبير، وطبعا ده ساعد على خلق فرص عمل في هذه الفترة. صاحب هذه الفترة أيضا أن احنا مصر يمكن نفذت أكبر برنامج حماية اجتماعية، لأنه الإصلاح الحقيقي لابد أن يأتي بتكلفة. ما فيش إصلاح حقيقي جذري بدون تكلفة، فكان لابد من أن احنا نطلع ببرنامج حماية اجتماعية كبير، يمكن أكبر برنامج حماية اجتماعية في تاريخ مصر. ويمكن زميلتي الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج الدعم النقدي المشروط، يمكن هذا البرنامج يعني شهد تقدم كبير لحماية الطبقات الأقل حظا في المجتمع، ودعم نقدي مشروط عشان بنشترط على الحاصلين على هذا الدعم ان هم يوفروا رعاية أفضل لأولادهم، رعاية صحية وتعليم إلى غيره. طبعا حصل زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الصحة، على التعليم، دعم الغذاء أيضا تزايد بنسبة كبيرة. عندنا لأول مرة السنة دي بنطلق برنامج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي للشباب وبرنامج سكن كريم.